في ناس بتقول انه ممكن يكون سبب انك لما بتختلف مع ممثل لا تستجديه، انك تختلف مع ممثل او بتحس ان الاشتراطات اللي تم الاتفاق عليها مسبقا ممكن تغيره في لحظه مهما كانت نجوميته لانه ما التزمش. حصل مره او اتنين، مش كتير يعني الدرجات دي يعني حصل مره بدون ذكر اسماء طبعا. يعني حسيت ان الممثل ما يسمعش كلامي، حسيت انه واخد الشخصيه في سكه ثانيه، فحسيت انه هيضر الفيلم. فكان عملت زوبعه اياميها الفيلم ده، لان دخلت النقابه ومش النقابه عشان انك تغيري ممثل بعد ما صورتي 5 ايام. فاضطريت اعيد تصوير كل ال5 ايام تاني بالممثل الجديد. ده كان فيلم ايه؟ ما بلاش، لا ما احنا هنعرف، ما يعني لو دخلنا دورنا كده هنعرف. عوده مواطن. عوده مواطن. اللي احنا الفيلم اللي شفناه كان يحيى الفخراني، لا اللي هو احمد عبد العزيز اخذ دور جديد. انما في مرات قبل التصوير في الفيلم البطل او البطله اتغيروا. طبعا. فتاة المصنع يعني. فتاة المصنع وفي واحمد زكي في الحريف. اتغير عشان ما اسمعش كلامي. طب ما هو احكي لنا حادثه فيلم الحريف دي. الحريف طبعا انا احمد يعني ده في علاقه حب متبادله بينا يعني. وان اي فيلم كنت اول اختيار ليا كان احمد يعني. من اول طائر على الطريق وطالع يعني. فانا كنت شايف اياميها احمد كان لسه اصغر سنا، كان كنت عاوز اخشنه شويه. فكنت عاوز يبقى عنده شنب، كنت عاوز يبقى شعره اياميها الموضه الشعر الكبير ده خطيب يعني. وشطه وكده. ف جه مره في وانا كنت شغال في المونتاج فيلم تاني يعني، لقيته حالق نمره واحد يعني، كانه بيتحداك. بيتحداني يعني. ف غيرته يعني. انا رحت كان الفيلم ده انتاجي انا مع عاطف طيب الله يرحمه وبشيري الديك وبتاع، فقلنا لهم يا جماعه ما ينفعش ده كده، فجبنا عادل امام. فما رحت لاحمد الصبح، كان ساكن في شقه في مصر الجديده. صباح الخير يا حمام، صباح النور، تروح غيرناك. انا يعني كويس ما فيش اي مشكله يعني. وقال لي دخل الحمام، هو بيحكي لي بعد كده هو دخل يشتمني في الحمام، بس هو ما شتمنيش في وشي يعني. يطلع ايوه حريف، علمهم اللعبه هندسه قشط عليه ولا يهمك غيره، العب غيره، شد حيلك ايوه حريف. طب قول لي ده كان فيها الماتش، ما تعودناش على الخيانه. ما تكرهش اسكندراني، حاجه خايفه. خايفه ايه؟ خلاص بقيت شمال عينك، ما نكسبش تاخد بص. ما تهربش من الكلام يا فارس. الله يا اخي، انا لما اجي بورسعيد انا لازم اعدي في المعديه اشم هوا. انا كل حاجه المره دي هعدي، لكن خلي بالك انا رجلي دي ضاعت في حركه شقاوه سيدي، عشان ما بتعرفش تجري كويس.